يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة العظمى 30 والصغرى 20، الإسكندرية 28 19، مطروح 28 18، بورسعيد 28 23، إسماعيلية 30 20، السويس 29 21، العريش 29 19، طابة 28 20، شرم الشيخ 32 23، الغردقة 32 22، الأقصر 36 18، أسوان 37 21، الوادي الجديد 36 17، شلاتين 31 20، وأخيرا حلايب 30 21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.